الإلكتروني في الجزائر يتعثر في ظل البيروقراطية وانعدام الثقة بين المتعامل الاقتصادي والإدارة. عن جديد هذا المجال والإجراءات المستحدثة يقول أحمد راشدي في هذا التقرير. لا معنى لترقية الاقتصاد دون الاعتماد على الدفع الإلكتروني، قاعدة انطلقت منها الجزائر بخطوات كانت بطيئة لكن بدأت تحقق بعض النتائج في الميدان. عندنا حوالي 36 ألف جهاز دفع إلكتروني عند كل تجار جزائريين، وعندنا 71 تاجر إلكتروني ليبيعوا عبر الإنترنت، وهناك أكثر من 150 تاجر إلكتروني عبر الإنترنت اللي راهم يقوموا بالمصادقة على المنصة نتاعهم لكي يقوموا بالدفع الإلكتروني عبر الإنترنت. وعدد العمليات فيما يخص عمليات دفع عبر الإنترنت في 2020 تعدينا 4 ملايين و500 عملية دفع عبر الإنترنت. البيروقراطية عرقلت كثيرا عملية تفعيل الدفع الإلكتروني وزعزعت الثقة بين المتعامل الاقتصادي والإدارة، إلا أن إطلاق بوابة إلكترونية توضع تحت تصرف التجار الراغبين في اعتماد البيع عبر الإنترنت قد تغير الوضع. بوابة عبر الإنترنت اللي تكون تدخل في الخدمة يوم غد إن شاء الله 4 أفريل، البوابة خصوصيتها أن تلخص كل مسافات، يعني تقرب المسافة اللي تفوت 2000 كيلومتر يعني عبر القطر الجزائري ترجعها مسافة 40 سنتيمتر، وتخلي تنحي المعراقيل البيروقراطية اللي خلت تطور عبر الدفع عبر الإنترنت كان يعني محتشم شوية. ترقية الدفع عبر الإنترنت سيكون بوابة لتفعيل الدفع عبر الهاتف الذي سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية. رانا نخدموا عليه ورانا نديروا كل المشروع مع كل ليزاكتور نتاع لابلاس باش نقدروا يعني نلونس هذا البروجي على اقرب وقت، وحنا رانا نطوروا باش نديروه يعني انتر بانكير، يعني اوبيراسيون انتر بانكير، كل البنوك يستعملوا نفس ليزابليكاسيون ونفس العمليه. الدفع الالكتروني والدفع عبر الهاتف لطالما سمعنا بهما، لكن تجسيدهما كان صعبا نتيجة انعدام الثقة وانتشار البيروقراطية، فهل ستنجح الإجراءات الجديدة في تغيير الوضع؟